ان المهندس فرج عامر احد طبعا الرؤساء الانديه الكبار حقيقه في الدوري المصري والانديه المصريه، موجود معايا على الهاتف، واخد رايه برضو في هذه الزياره، وايضا هاخد رايه طبعا في الدوري العام ومباريات سموحه يعني الحقيقه في الدوري الممتاز. باشمهندس تحياتي لحضرتك. مساء الخير يا كابتن. مساء الورد على حضرتك يا باشمهندس، سعيد بوجود حضرتك معانا، ربنا يخليك. وانا سعيد ان اتكلم في المناسبه دي طبعا. يا ريت يا ريت، ده يبقى شرف لينا يا باشمهندس. رايك فيها ايه؟ قوي ان الاهلي الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره يروحوا يلبوا نداء الكابتن حسين لبيب، والعلم سيادتك قبل كده كان الكابتن محمود الخطيب وهو نائب رئيس النادي راح دار الاهلي، وكابتن حسن حمدي كان راح دار الزمالك، وكابتن حسن حمدي كان دار الزمالك بدعوه من الاستاذ ممدوح عباس قبل كده. صحيح. فده كان اجراء طبيعي كان بيتم دايما، وهو دي الروح الجميله الحلوه اللي احنا عايزينها بين الانديه، ولازم تبقى العلاقات جميله قوي. دي خطوه جميله جدا، دي بتقرب المسافات وبتخلي الروح التنافسيه عاليه، وبقى هتقلل من حده التوتر بين الناديين، وترجع الامور الرياضيه الطبيعيه زيها زي اي دوله. صحيح. رياضيه محترمه في العالم. صحيح صحيح، ده اللي احنا نتمناه. ده خطوه جميله جميله. لازم كل مصر تباركها طبعا. حقيقي، وفي ظل احنا كمان يا باشمهندس الامور بالنسبه لنا يعني الكوره في مصر لحد ما احنا عايزينها تبقى افضل وافضل، ومش هتبقى كده غير لما طبعا. يعني الناديين الكبار بالذات دول يبقى الامور بالنسبه ليهم اهدى يعني. مظبوط مظبوط اكيد مظبوط. وانا كنت حضرت لقاء كان بالصدفه، كان الكابتن لبيب حسين لبيب، وكان موجود بالصدفه المرحوم طبعا نائب رئيس النادي الوزير العمري فاروق، كنت انا موجود والاستاذ محمد ابو صرحي موجود، وكانوا بيتكلموا لان ده كنا في اليوم ده في اجتماع الانديه الرياضيه وكان دورها في الانتخابات الاخيره، فكانت روح جميله قوي قوي قوي. وكانوا الكابتن كان الوزير العمري فاروق كان بيقول ان الكابتن محمود الخطيب طبعا عايز يعمل زياره ومنتظر الدعوه، والكابتن عباس كان لبيب كان شعور جميل قوي قوي، كان كلام جميل قوي وكان كلام مريح وكانت خطوه حلوه قوي قوي. فانا شايف يعني ان الروح اصلا موجوده والود موجود، وهي مش هتكون زياره وبس، ده هتبقى علاقات مستمره طبعا. وعلاقات متبادله، وهتروح بقى الحديه بقى والمنافسه اللي فيها بقى. تفتكر يا باشمهندس فرج من خلال هذه الزياره انا ممكن يبقى يحصل بعض الاتفاقات الخاصه مثلا ما بين الناديين، يعني بعض الخلافات طبعًا. يعني مثلا مشكله مثلا كهرباء هل ممكن يتم حلها ويتم الدفع مثلا الغرامه حاجات يعني زي كده هذا القبيل يعني. طالما النفوس تصالحت وطالما حصل نوع من التقارب واصبح هناك نوع من الود، امور كتيره جدا هتتحل، مش في الكوره بس، في كل الالعاب. وده هيصب في مصلحه الرياضه المصريه، وهيصب في تقدم الرياضه المصريه، وهيصب في عوده الجماهير المصريه للمدرجات اللي احنا بنتمنى ان نشوفها وتتضاعف، وان الاوان ان المدرجات ترجع تتملا بالجماهير مره ثانيه. السؤال الاهم بقى باشمهندس، ويمكن هي ما حصلتش مثلا الايام دي، احنا بنتكلم في ايام حصلت من فتره طويله، ان في لعيبه بتنتقل من الاهلي للزمالك والزمالك للاهلي، هل ده هيبقى طبيعي عادي؟ عادي جدا. عادي جدا. عادي جدا، وممكن اللاعب ما يتالقش مع الاهلي يتالق مع الزمالك. صحيح. امثله كتير كانت موجوده. ممكن غيره ما يتالقش مع الزمالك يتالق مع الاهلي، ممكن يتالق في الناديين، بس ممكن يكون هو ملوش مكان يلعب اساسي بالاهلي يروح يلعب اساسي بالزمالك والعكس صحيح، والكلام ده يتم بمنتهى البساطه بمنتهى ودي. وبعدين بتبقى مصالح ماليه بين الانديه. صحيح. وتخفيف الضغط على الميزانيات. صحيح. زائد ان الصراع عن الانديه هيقلل من السباق الجنوني في رفع اسعار اللعيبه. ده مهم جدا يا باشمهندس حضرتك بتتكلم فيه ده بقى. يعني فكره السقف للاعبين ده والسباق الجنوني حضرتك بتتكلم عليه في الاسعار اللعيبه ده. طبعا. فان شاء الله باذن الله احنا بنتعشى بخير باذن الله، وخطوه جميله مفرحه للوسط الرياضي كله ان شاء الله يا باشمهندس. طيب يعني سموحه النهارده شايف التعادل ازاي بقى؟ والله سموحه بيلعب كره جميله، وسموحه في لعيبه يعني هايله ممتازه، بس للاسف اللمسه الاخيره عندنا وحشه. احنا يا بيجي انفرادات يا نشوط في جسم اللاعب يا نشوط خارج
المرمى المفتوح، يا اما يعني بنهدي الفرص سهله قوي. يعني هو طبعا انبي فريق محترم، هو المتصدر الدوري صحيح، لكن سموحه كان بينقل الكره بشكل جميل قوي، وسموحه عنده عدد